ليكم واحد اللعيبه هذه اهم حاجه. قيل ما عرفت واش ديجا تبارطاجات ولا لا، كيفاش ان داك الزبون تقنعو يدخل عندك تسعيره المنتج. ثاني كيفاش تحسب البرودوي الثمن باش غتبيع. الطريقه باش كنحسبو حنا، اول حاجه كدير ثمن المنتج شحال باش شريتي المنتج، هذه اول حاجه. ثاني حاجه لي برودوي كنبيعو فيسبوك وانستغرام ودي بلاتفورم وحدين اخرين، ولكن فيسبوك وانستغرام كنبيع فيهم بزاف وبالكليك رخيصه. شنو بعتي فيه؟ بعت فيها لي برودوي. واحد الحاجه نعطيكم بعدا واحد المعلومه، واحد المعلومه كيفاش كتجيب الناس من الفيسبوك ليو كان كتجيبهم عن طريق فيسبوك ادز. كدير اشهار في فيسبوك باش انك باش الناس يدخلوا عندك الستور ديالك فيو كان. نعطيكم واحد اللعيبه هذه اهم حاجه، قيل ما عرفت واش ديجا تبارطاجات ولا لا، كيفاش ان داك الزبون تقنعو يدخل عندك. اش كتبيع فيه كتشارج المنتجات كيفاش ان داك الزبون مثلا الا شاف البوست ديالك دابا كيدوز فيسبوك، شاف البوست ديالك خصو يدخل انه يدخل عندك ويشري. غندير سيف اخويا. بعدا اول حاجه تعطيه مع الديبار تخدم لي على العاطفه ديالو في ديك التصويره، شي تصويره ولا شي فيديو كيثير الانتباه ديالو يعني غيجبدو. ثاني حاجه تخدم على منتج كيحل المشكل، منتج كيحل المشكل خدام، ما كيحلش مشكل 50% يخدم لك 50% ما يخدمش. اتلعب لي على الاغراء يعني كيفاش غتغري، يعني كيفاش غتطمعو، يعني كيفاش كتقول ليه مثلا واو مثلا كتعاني من القشره هنا كاين الحل مثلا ولا شي حاجه بحال هكا ولا هذا. هنا ملي كتقولي الاقناع، ملي كتقولي الاغراء عاد كتعطي الاقناع. بنت خالتي قالت لي ما تبيع لينا والو، ما كنبيعش الفاميلا. نظيف ادز هو التفاهم مع الصفحات اللي دير لك اشهار المنتجات ديالك في نظيف ادز. شوفوا ناتيف ادز كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم اللي كنخدموا بهم، ولكن ناتيف ادز تا نديروا لينا روحي هنا بزاف ديال الناس مبتدئين يعني ما عارفينش يلا كتعرفوا على الدومين. ناتيف ادز هو واحد النيفو واحد اخر اكثر من فيسبوك ادز، وكتفازي عليه كيفازيو عليه شركات كبار اللي كيبيعوا اونلاين في المغرب. هو كتكون فيه الديبار ديالو كيكون غالي، يعني كتخلص اي بلاتفورم في ناتيف كتخلص واحد 200 دولار، مي خص طيح على لي بلاتفورم اللي كيخدموا في المغرب اللي شادين لي سيت هنا في المغرب بحال مثلا ديال كره، عارفين كره مثلا جوميا كتجيب الترافيك ديالها من الكره، هذه معلومه نعطيها لكم. كيخدموا بها لي براند يعني هاد اللعيبه ديال الناتيف، ولكن تا نوصلوا ليها. الاغراء ثم الاقناع، اول حاجه حل المشكل، ثاني حاجه الاغراء، ثالث حاجه الاقناع. ولكن هادشي ما تكذبش على الناس، ماشي تقول لهم برودوي كيحل لهم كيحيد مثلا القشره ديال الشعر وتمشي تبيع لهم زيت العود. نكذبوه. خويا يلا باغي نبدا شي نصيحه، قرا على الدومين وبدا غتوكل على الله. حاجه اخرى، بزاف ديال الناس كيسولوا على لا استراتيجي ديال فيسبوك ادز. هاد الميساج عاوتاني راه جاني بزاف. لا استراتيجي ديال فيسبوك ادز كيتبنى على ثلاثه ديال الحوايج، الاولى هي التيست يعني تيستي المنتج، ثاني حاجه هي دير الاناليز ديالك، ثالث حاجه هي لوبتيميزاسيون يعني سكيلين. يعني صافي تلاقيتي منتج حطيتي ليه الكاتيجوري ديال الناس اللي بغاو حطيتي كلشي كتزيد لوبتيميزاسيون، يعني هي هنا فين كبحال قلت لك كتسكيلي، يعني مثلا درتي تيست بواحد 10 دولار لوبتيميزاسيون كنحط عليها انا حتى 100 دولار 200 دولار، مي انا كنهضر على راسي يعني
باش نجيب العدد مبيعات كتاب. خويا والله باغي شحال راس المال باش تقدر تبدا؟ يقدر تبدا باي راس مال، يقدر تبدا ب 1000 درهم، ب 600 درهم، بمليون، بجوج مليون، ب 20 مليون، انت وجهدك وانت والخبره ديالك، تسعيره المنتج. راه الا شفتو سميتو هذا شرح هنا اخي مو بلاش. الا سميتو عاوتاني كيفاش تحسب البرودوي الثمن باش غتبيع؟ مثلا كي بحال واحد الكيستيون، واحد الصديق المهم هضر معايا في التليفون قبيلات، قال لي دابا الا شريت برودوي بجوج دولار، الا بعتو غير بعشرة دولار راه مسلكني. يعني انا اقدر كشخص عادي بالك عادي، يعني شريت البرودوي ب 20 درهم تبيعو راه ب 100 درهم كتقول راه مسلكك، ولكن لا راه هو كل راسك. حيت كيفاش حسبتيها؟ يعني الطريقه باش كنحسبو حنا، اول حاجه كدير ثمن المنتج شحال باش شريتي المنتج، هذه اول حاجه. ثاني حاجه كدير شحال غتخسر عليه في الاشهار في كل ما بيع. هنا كنحسبو اما ب 20 درهم اولا ب 30 درهم. يعني ديما مثلا شريتي منتج ب 20 درهم ديما زيد شويه، يعني حيت ضروري يكون الروتور ضروري هذا، حيت ماشي كلشي كيكون كونفيرمي. يعني الا جات الى ملي كنقولوا حنا جاتنا 100 مبيعه، راه ماشي 100 مبيعه كونفيرمي، راه غير دخلنا 100 مبيعه، ولكن الا خرجنا فيها غير 70 واحد كونفيرمي راه بخير. ويلا عاوتاني دوك 70 واحد الا جدات فيهم مثلا غير 50 واحد البرودوي راه رابحين، 20 واحد روتور راه رابحين. المهم كيفاش كنحسبوا؟ كناخذوا ثمن المنتج كنزيدوا عليه ثمن الحمله الاعلانيه، كنزيدوا تليفون، يعني المصاريف ديال التليفون، انك هضرتي معاه وهذا وهذا وهذا، كتزيد لي شارج اخرين، مثلا لومبالاج، مثلا التليفون، مثلا واخا التليفون حسبناه في الاول، الطاكسي ديالك كيفاش شحال ديال الوقت خسرتي عليه، عاد كتزيد الارباح ديالك فوق داك المنتج. يعني شحال غتربح انت؟ كتزيد ديك الساعة، كتزيد مثلا انترنيت، مثلا يعني كتدخل كاع لي شهر. كيفاش كدير الانترنيت؟ مثلا كتقول انا كنخلص مثلا 500 درهم في الانترنيت، الى عندك مثلا الفيبر اوبتيك كتخلص 500 درهم، كتزيد ديك 500 درهم كتفرقها على 30 يوم، كتقول مثلا اي خصني مثلا واحد 20 درهم كل نهار كتكون ديال الانترنيت. يعني هنا عاوتاني كتزيد 20 درهم في المنتج. ديك الساعة ملي كتجمع كامل هذا الحساب كيعطيك شحال باش غتبيع، باش مفاهمين؟ يعني كيعطيك الثمن باش كتبيع. يعني كتلقى منتج شاري ب 20 درهم غتبيعو ب 199 درهم مثلا، ولا 259 درهم. هنا باش كنقولو مخرجك الحساب، ولا عندك الروتور ما ضيعش، حيت كاين دابا مثلا كياخذ منتج مثلا ب 50 درهم ويبيعو ب 100 درهم، ولا رجع ليه الروتور غنسجل لايف. إذا كانوا لي برودوي موجودين في الحوانت ورجع شنو لي برودوي اللي كيكونوا موجودين في لي ماركت بليس بحال مرجان، بحال اتاكادو، بحال داكشي ما كنبيعهمش، حيت شنو؟ حيت اصلا لاش غيشري عندك؟ ما كنبيعوش دوك لي برودوي. البرودوي اي فوا كيكون عند مول الحانوت ما كنبيعوش، باقي كنحيدو. هل هناك شي سؤال؟ سولو معد باش نجاوبو على قدر معرفتنا. انا بحكم الى شفتو ستوري لي بارطاجا سيمو لايف عندو، يعني انا جوست كنتجرب، جربت المنصب بحكم انا كنت كنخدم بشوبيفاي وبلو كوميرس، يعني بالاخر بالوورد بريس وهذا. الفرق اللي لقيت بين يوكان
وبين شوبيفاي. شوبيفاي اول حاجه كيعطيك 14 يوم فابور كتستي بها، كتخلص واحد 30 دولار في الديبا، يعني سواء دخلتي شي درهم سواء ما دخلتيش كتخلص 30 دولار. الداتا ديالك كتمشي لك من ناحيه، كتانستالي اي ابليكاسيون تما ممكن انه يهز لك الداتا ديالك في شوبيفاي، وماشي كاع لي زابليكاسيون فري، يعني لا بلي بار ديال لي زابليكاسيون اللي كنخدموا بهم كيتشراو في شوبيفاي، يعني هادي مفاهمين عليها. اي مبيعه كدير في الدروب شيبين، اي مبيعه دخلتيها كتاخد شوبيفاي كتاخد الكوميسيون ديالها. واش ممكن البرودوي تخدم زبانه من المانيا؟ المهم سيميون نهضروا على يوكان باش نحيدوها، وديك الساعه نهضروا على ثاني سميتو. يعني الحاجه باش مزيانه يوكان، يعني اول حاجه الداتا ديالك ما كتمشي فين حدا تما، يعني ما كيدخلوش شي ابليكاسيون على برا ديال البلاتفورم اللي تما باش نقولوا انه هذاك السيد اللي قاد ديك لابليكاسيون اللي انصالي لك تما شي تغرى ويهز لك المعلومات ديال الناس، حيت اهم حاجه في هذا البيزنس هي المعلومه، هي المعلومات ديال الناس. انا باش ندير فيك لا كونفيونس ونعطيك المعلومات ديالي راه واحد الحاجه اللي شويه هاي، فهمتيني؟ يعني راه عاطيك الادريس ديالي، عاطيك السميه والكنيه، عاطيك النمره التليفون، عاطيك المدينه، يعني عاطيك كل شيء عليا، يعني راه خصني نحافظ لك على الداتا ديالك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه في يوكان ممكن انك تانستالي البيكسل، ماشي غير ان بيكسل، تانستالي ما لا نهايه واقيله ديال لي بيكسل، يعني تدخل بزاف ديال لي بيكسل وما كان اللي غايقول لك من اين لك هذا ولاش كدير لهذا. هذا الشيء اللي ما كاين في شوبيفاي. شوبيفاي كيعطيك جوج فقط. حاجه اخرى الابسيل، الابسيل اللي كندخلوا بها يعني مبيعات سميتو، نقدر كاع نبارطاجي معكم شي لعيبات، فهمتني؟ يعني الابسيل هي واحد الحاجه، مثلا انا واحد الكليون شرا عندي واحد البرودوي اكس، هاد لو برودوي تعجبو تدوز لا كوموند ديالو، كنبروبوزي عليه واحد الاوفر وحده اخرى، نقول ليه فوالا حيت انت مثلا شريتي عندنا راه غنحسبوك واحد الكليون في ديل ديالنا، غنبروبوزي عليك هاد البروداكت مثلا راه كيدير مثلا 400 درهم، غنبروبوزيو عليك غير 200 درهم مثلا، وإلا شريتي منه جوج غتاخد جوج ب 300 درهم، ومهم شي قالت لي واحد لا ديسكريبسيون بحال هكا. يعني هذه ما كايناش في شوبيفاي بصفة نهائية، ما كايناش. هذه كنديروها في التليفون، دابا وليتي كديرها من 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 سيت. حاجة أخرى، ما كتخلصش يوكان حتى كتبيع، يعني كتخلص 0.5% في المية، يعني راه مقارنة مع سميلو، مقارنة مع المنصات الاخرين راه ما كاينش هادشي. ثالث حاجة هي المنصة بالعربية. حنا في شوبيفاي كناخدو شوبيفاي كلو كنديرو ليه الترجمة، يعني راه ما كاينش بالعربية في شوبيفاي، كاين بلونجلي، كتهزو كدير ليه الترجمة مانيولمون، غاديك الترجمة كدير ليه حتى 3 ايام. انا عندي لي ليفرور، ما عنديش شركه، ما كنخدمش مع شي شركه ديال ليفريزون. في الاول الدري اللي هضر على التيم، في الاول الا كتدخل واحد العدد ديال المبيعات اللي قليل احسن تخدم كلشي لراسك، يعني راه ما درناش تيم حتى كندخل واحد النمبر اللي شويه مهم، يعني اللي ما يمكنش تجيريه بوحدك، يعني ضروري كيكون خاصك تيم. والتيم راه ما سمعش تيم كيصحابك واش ني تسميدو، راه فقط حنا راه واحد شي شويه ديال الناس ومجيرين هاد الخير، يعني جوج اللي كيهمنا حنا في التيم كتهمنا، كيهمنا لا كونفيرماسيون والناس ديال لومبالاج اللي كيديروا لومبالاج مثلا البرودوي اللي كيهمنا، اما كيفاش كنجبدو برودوي انا كنتكلف به، كيفاش كدير الاتو هذا اللي كنتكلف به. المهم يعني كلشي تقريبا كنديروا هاد الحاجات اللي كيهمونا انا في التيم، يعني جوج الحويجات اللي كان ليها لا كونفيرماسيون ولومبالاج، وهذا هضر على الفريق ديال قدير لنا لايفات باش نستاهلو خويا. او الله الا ولفنا هذا راه اول لايف وداكشي جا غير يو كان ممكن اكتيفيها بدولار اب لاكتيفاسيون، يعني ما يمكن ما غتخلصش في يوكان حتى كتدخل فلوس تقريبا كل 10000 درهم كتخلص عليها، ما عرفتش 50 درهم ولا 100 درهم، يعني حتى كتدخل 10000 درهم عاد كتخلص.